انا بونجور، صباح الفل، سامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الاهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. قبل ما نبدا فقره اخبار النادي النهارده، حابه طبعا اهنئ الشعب المغربي الشقيق بعد فوزه على اسبانيا وتاهله لدور الثمانيه من بطوله كاس العالم. يعني الحقيقه امبارح طبعا كلنا كنا سعداء، شرفوا فعلا الكره العربيه. وخلينا بقى نقول ان منتخب المغرب الحالي خلاص يعني بيكتبوا اسمائهم حروف من ذهب في التاريخ، بنتمنى لهم كل التوفيق في الأدوار القادمة. خلونا بقى دلوقتي نبدأ أخبارنا، وأخبارنا النهاردة متعلقة بالألعاب الأخرى، ونبدأ برجال الماسترز، رجال كرة الطائرة بالنادي الأهلي. أمس عملوا مباراة كبيرة جدا أمام فريق بتروجيت كعادتهم الحقيقة، يعني اللي يفوزوا على بتروجيت بنتيجة 3-0 ضمن منافسات بطولة الدوري. المباراة كانت بتقام على صالة الشرقية للدخان، شفنا تألق كبير جدا لرجال الماسترز، سيطروا على جميع مجريات المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها، يعني أنهوا الشوط الأول بنتيجة 25-22، الشوط الثاني بنتيجة 25-17، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-20، عشان بقى يضيفوا ثلاث نقاط جداد ليهم في بطولة الدوري. والمباراة القادمة ليهم إن شاء الله هتكون يوم السبت القادم أمام فريق الترسانة. يعني طبعا زي ما احنا عارفين إنه رجال الماسترز بيلعبوا مباراتين في الأسبوع، مباراة بتكون يوم الثلاث ومباراة بتكون يوم السبت. طبعا نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله بيستمروا بنفس الاداء. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبه كره اليد، ورجال كره اليد ايضا بيحققوا فوز امس على فريق جزيره الورد بنتيجه 37-16، ودي كانت مباراه مؤجله من الاسبوع السادس. عملوا مباراه كبيره جدا، المباراه كانت بتقام هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، بالتحديد على صاله الامير عبد الله الفيصل. قدروا ينهوا الشوط الاول بنتيجه 19-10 والشوط الثاني بنتيجه 37-16، عشان بقى أيضا يقتنصوا ثلاث نقاط جداد، بنتمنى لهم كل التوفيق. أما عن سيدات كرة اليد فبيواصلوا تدريباتهم استعدادا للمباراة القادمة، المباراة هتكون يوم الجمعة القادم أمام فريق اتحاد الشرطة ضمن منافسات بطولة الدوري. يعني خليني أقول لكم إنه سيدات كرة اليد مركزين بشكل كبير جدا، يمكن في آخر مباراة كان تعادلوا مع فريق الشمس، وطبعا دي ما كانتش النتيجة اللي هم عايزين يحققوها، فهم مركزين بقى بشكل قوي جدا عشان مش عايزين يخسروا أي نقاط تانية في بطولة الدوري، عشان إن شاء الله يقدروا يحسموه لصالحهم. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. أخيرا بقى خلونا نروح للعبة كرة السلة، ورجال كرة السلة بيواصلوا استعداداتهم للفترة المقبلة. يعني طبعا زي ما احنا عارفين انه في فترة توقف دولي بسبب طبعا مشاركتهم مع منتخبنا الوطني، هيرجعوا بقى مرة أخرى إن شاء الله لمبارياتهم، بالتحديد هتكون يوم 12-12 في بطولة كاس مصر، وهيلعبوا الفايز من سموحة أو المصرية للاتصالات. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، زي ما احنا عارفين إن هما بينافسوا على جميع البطولات المتبقية في هذا الموسم، يعني سواء بطولة كاس مصر، بطولة دوري السوبر أو البطولة الإفريقية. يعني عندنا ثقة كبيرة جدا طبعا في رجال كرة السلة، وإن شاء الله بقى يقدروا يحسموا جميع البطولات القادمة. أما عن سيدات كرة السلة فهم أيضا بيستعدوا للفترة المقبلة، لأن عندهم هم كمان طبعا فترة توقف دولي. أول مباراة ليهم بعد العودة هتكون إن شاء الله يوم 9-12، وهتكون أمام فريق الشمس، يعني بنتمنى لهم كل التوفيق. يعني دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. قبل ما أختم كلامي طبعا حابة أتمنى كل التوفيق لرجال كرة القدم النهاردة أمام فريق غزل المحلة، إن شاء الله بقى يعملوا مباراة كبيرة زي ما عودونا دايما، ويقتنصوا ثلاث نقاط جداد. والآن العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. أشكرك جدا زميلتنا العزيزة المتألقة فعلا هنا أبو القاسم.